التميز بإحراز أول ميدالية برونزية في اليوم الرابع من منافسات البطولة الدولية للملاكمة التي تحتضنها الأردن. وبدأ فريق العنادي أقرب لإحراز ميداليات أخرى. تفاصيل أكثر من مراسلنا طارق شريف. بات الطريق المنتخب القطري المشارك في البطولة الدولية للملاكمة مفروشة بالورود والإنجازات والميداليات بعد أن تمكن حزام نبعة ودينيس من الوصول للمباراة النهائية ليضمنا الذهب أو الفضة وإحراز اللاعب عبد اللطيف صديق للميدالية البرونزية. احنا شاركنا أربع لاعبين في هذه البطولة وعندنا اثنين نهائي إن شاء الله نحصل على الميدالية النهائية. وكمان عندنا ميدالية برونزية لأن ثلاثة كانوا في كل مشجع في يوم واحد بالنقاط ولكن عملنا مقابلة جيدة وصلنا 54 كيلوغرام وفي 63 كيلوغرام. بطل العرب خمس مرات متتالية وصاحب برونزية آسيا حزام نبعة تمكن بثقته العالية وأدائه الكبير أن يتجاوز الأردني جهاد الزعبي وأن يصل المباراة النهائية بنتيجة كبيرة وصلت إلى 6 نقاط مقابل 0 ليقترب بذلك من الخطوة الأخيرة لأن يتوج بالمعدن الأصفر. وصلنا هذا اليوم مع اللاعب الأردني لاعب المنتخب الأول في على 6-0 وأنا كنت واثق من نفسي إنه نتيجة لحظات بكل ذلك لأنه أنا بطل الوزن كل سنة وخمس مرات على نوالي بطل العرب عرب وزن الأسوية. البطل الذهبي الآخر في المنتخب القطري من ليضرب موعدا مع الذهب في لقاء الغد مع لاعب المنتخب المصري. أما الإنجاز الثالث لقطر في اليوم الرابع من البطولة فكان لعبد اللطيف صديق والذي نال الميدالية البرونزية بعد خسارته الصعبة في المباراة قبل النهائية أمام السوري حسين المصري ب9-5. الحمد لله لعبت مباراة جيدة مباراة قوية وقصدت من مباراة 9-5 مع الفريق لكن كان جيدة كان لعبنا مباراة قوية ولكن يعني ذكي يعني كان عندنا رجل فعل. ذهبيتين وبرونزية أو ذهبية وفضية وبرونزية هذه هي احتمالات الحصيلة النهائية للمنتخب القطري في البطولة بانتظار اليوم الختامي من البطولة والذي سيشهد على تتويج الأبطال المشاركين فيها. مع نهاية اليوم الرابع من في بطولة تعتبر تحقق إنجازات مهمة للمنتخبات المقبلة. طالب شريف المحتوي ويتا عمان.